اهلا بكم من جديد. يعني هسمع الاجابه من الاستاذ احمد الخضري على موضوع طاهر محمد طاهر، وهل في ارتياح في بما ان انت قريب شويه من الجهاز الفني للزمالك، هل الحاجات دي بتفرق ان اللعيب يغيب؟ يعني مثلا في الاهلي ممكن يبقى مبسوطين ان الونش يغيب او ابراهيم قضاي يغيب، لانه دي كلهم لعيبه اساسيين يعني. طيب، هل طاهر نفس الاحساس؟ طب بس الاول مش قريب ولا حاجه. ايه؟ سيبك من حكايه قريب دي، مش قريب قوي يعني. لا قريب من اخبار طبعا من نادي الزمالك طبعا. لا هي طبعا لما لعيب زي الونش هيفرق مع الزمالك ويفرق مع الاهلي، لكن في لعيبه يعني يمكن الاهلي بقى كفرقه فرقه تقيل، بس انت عارف ايه، مفيش ثلاثه اربعه اللي هم اللي ايه اللي يفرقوا جامد يعني. طاهر هتلاقي بديله زي اللي هيلعب بداله، بس في جانب في شق دفاعي بيأدي يعني. طاهر تحديدا زي يعني مش طاهر، مش بالك انت باصص لطاهر كمهاجم، ما انت بس هو بيأدي شق دفاعي ممكن بديله اللي يتحط مكانه مهما كان مع الزمالك. ما انا بقول لك مش في ماتش الزمالك، هيلعب ماتش الزمالك يا فندم. انت بتسالني عن رايي. الراي لا ما يفرقش، الراي ما يفرقش. بص انت اتكلمت في نقطه، ما يفرقش خالص يعني. الاهلي ماله مال الزمالك؟ انا اتكلم لو الاهلي هيقابل الزمالك بشوف التشكيل. لا يا كابتن، اقصد الغيابات يا كابتن. الغيابات اللي بتحصل من الاهلي او من الزمالك هيبقى لها تاثير على مشوار كل فريق يعني. بس الفرقه نفسها، لكن الاهلي مش هيبص للزمالك مين غايب عنده. لا بس هبص مين غايب عنده لما هقابله. ايوه ما انا بتكلم على السوبر، لكن يعني السوبر طبعا في ماتش السوبر بشوف التشكيل، بشوف البتاع، بشوف مين. طب انت غياب طاهر ياثر على الاهلي؟ مش قوي. عندك شادي حسين لعب، بدا يلعب على الطرف يعني، جاب بدايل، جاب بدايل تقدر تسد. حسين الشحات بيرجع بشكل كويس، عنده زي الاهلي الزمالك عنده، هتلاقي عنده في بدايل كتيره موجوده. طاهر طبعا هيغيب مباراه واحده في الدوري. لا هيغيب ماتشين على الاقل. ليه ماتشين؟ لا ما اعتقدش ماتشين. لا هو اللائحه بتقول كده، ماتشين اللائحه. لو الحكم كتب انه لاعب عادي، لو لعب لو كتب خشونه بدون كوره بتاع، لا ده طرد مباشر، فلازم يكتب سبب الطرد المباشر. يبقى مباراه واحده هو حسب تقرير الحكم. هو الحكم كاتب لعب عنيف فياخد ماتشين، لائحه ماتشين. بص هياخد اسوان والداخليه الماتشين تقريبا. لما تعمل كابتن جبتها من ضرب، جبتها من الكنترول بقى. ضرب بدون كوره انا قلتها لا تاخد ضرب بدون كوره، تاخد ثلاثه، تاخد من اثنين وانت طالع اللي هو تعمد ازاء. ده ثلاثه تعمد ازاء، لكن ده ثلاثه، ده مفيش اثنين. كوره مش كوره مشتركه يعني، فيها طرد عادي يعني. انت لعب عنيف ماتشين في اللائحه اللي هي وهو خد ماتشين وهيعلن. خد ماتشين هيعلن لسه. ما انت جايبها من كنترول. كنترول طيب انا بس كنت عايز اقول طاهر مش هيفرق. اللي يفرق في الاهلي الثلاثه، اكرم معلول وديانج بس. غير كده اي حد ليه بديل، لكن الثلاثه دول هم اللي تقلات في الفرقه. وصافيو لسه لعب كويس، بس ما تقدرش تقول ان هو يعني حسينا بيه اول ماتش. صافيو عمل شوط واحد بس من اول يوم جه في الماستيري. هناك الشوط الاولاني لمسات، وبعد كده اهمال بيه بالكره بتضيع منه بسرعه. بس الماتش اللي فات يا كابتن الكره كانت بتضيع، ده بتكلم امبارح بس. ماتشين من الستين ما كانتش بتضيع منه. لا الماتش الثاني ما عجبنيش. الماتش بتاع امبارح قلت لا، والراجل متاخر عليه ليه؟ لازم يغيره وقت معين، لازم يتغير. الكور كتير يعني، ميس باص ظهر في الماتش عمل الجول بس. بس هو لعيب كويس يعني، طبعاً في فكره، فكر في الملعب، عنده رؤيه، عنده مهاره، ولكن الكره ضاعت منه كتير. عارف ما بقاش موفق. انا قلت هيشد اول واحد، قعد يعني طول يعني، غير ناس، غير عبد القادر. عبد القادر بيحل لك في ثانيه. عبد القادر عنده حلول كويسه جدا، بس بيسرح كتير يا كابتن. بص بس ابتدت اخطاءه تقل. اخطاءه في ايه؟ فاد الكره بسرعه، ابتدى يرجع يدافع كويس. مع ماتش ورا الثاني عبد القادر هيبقى كويس يعني، في حاجات بس عنده اخطاء، ولكن عنده حلول بيقدر يحل في اي وقت يعني. بيجيب بلاك جون، عنده بيعمل سرعه، عمل لشريف كذا واحده. التايمنج والمكان والجون اللي جابه حطه في زاويه ضيقه جدا. ولاعيب كويس طبعا. طب كابتن هشام هقول لك خبر واسمع تعليقك عليه. بقول لك فيتوريا منزعج من مواعيد الدوري، ده في الجول منزل الخبر ده. مدرب المنتخب حضر مباراه امبو بيراميدز في ملعب بيتر سبورت الساعه 5 مساء. ده الماتش ده كان امبارح، وبعدين كان عايز يروح ماتش الزمالك وسموحه. ففي ملعب المقاولين كان الساعه 7 ماتش الزمالك، فقالوا له انه بوصوله لهناك الشوط الاولاني هيكون انتهى. فزعل جدا وغضب وطلب من الحاج عامر حسين يحل المشكله دي. مشكله طب دي مشكله موجوده عندنا، وده الكلام اللي احنا يعني يمكن مع المواعيد هي مفيش مشاكل يا هشام.
المشكله سهل جدا. ماتش الساعه 5 وماتش الساعه 7 واروح اتفرج على الشوط الاولاني يعني عادي يعني في احلام كتير. بص هو طبعا بيكبر الجدول يا هشام. الجدول كان عنده من قبل الدوري مبتدي ما اعترضش ليه وعارف هيروح هنا ويجي هنا كانش هنا في ماتشات كتيره جدا بكده عشان اقدر اتابع الدوري. انا اشتغلت المشغلانه دي كنا بنروح ماتشات وبنتفرج على ماتشات في التلفزيون يعني نسجلها ونعيد ونقسم حتى الجهاز. في ماتش اكون حاضره نقعد نعيده تاني نبص على حاجه معينه وتقسموا نفسكم على ماتشات في بعض الاحيان نفسنا وندي تقارير وفي نفس الوقت كان الكابتن حسن بيتفرج على ماتشات بنتفرج كلها يعني بروح ماتش واحد. طب باقي الماتشات في لعيب مثلا عجبني قوي في اسوان مثلا تروح له مخصوص ايه المشكله بعد كده ماتش وبعد كده اروح في ماتش تاني يعني. بس هل ده بقى يديك انطباع ان الراجل انا يعني دي حته كده مش لا هو بس يعني هي ممكن يكون مسيطر لا دي حته عشان يوصل للدرجه دي. بص هي اوفر شويه يعني اوفر زي ما هشام اوفر هو دلع يعني هي مش عاجبك اوفر اعملها بالعرض دلع انت عاجبك فيتوريا يا كابتن هشام؟ حاسه يعني لحد دلوقتي لسه ما اقدرش احكم عليه يعني انت فاهم القصه لازم فتره تعايش يشوف اسلوب هو هيقدر ياثر ويختار من الدوري ازاي هيشتغل على الموضوع ده بشكل كبير جدا. المدرب بتاع المنتخب لازم يكون يعني زي ما كابتن حماده بيتكلم ازاي متابعه اللعيبه والماتشات بشكل واضح ورسمي ويجري هنا ويشوف ده ويتفرج على ده. حته ان هو يقول ينزعج عشان خاطر المباراه والكلام من ده كلام مش بتاع حد بروفيشنال يعني كلمه ما تتقالش يعني انت فاهم انت عارف يعني ايه شغلك عارف يعني ايه انك انت هتروح تحضر ماتش وهترتب نفسك الماتش اللي بعديه وانت بقى النهارده ايه عارف اللعيبه اللي موجوده واللي انت هتنقي منها. ما انت مش ممكن هتروح تاخد في ماتش مثلا ضعيف جدا هتروح تاخد لعيب في مباراة مستواها ضعيف يعني انت فاهم لكن هتروح تختار اهم الماتشات وتشتغل عليها اللي هي الماتشات اللي فيها ند وفيها قوة وفيها ناس مترشحة بشكل كبير. ان لفت نظرك وانت بتشتغل ده شيء طبيعي جدا ان انا ممكن اعجب بلعيب وانا بتفرج عليه من خلال اللقاء اللي هو انت رايح عليه. وعشان تجيب لعيب تقيل ولعيب ليه مواصفات معينة ولعيب المواصفات المعينة بتاعت لعيب دولي لازم تتاخد من انديه بتكون عندها ممارسه جدا مع فرق افريقيه مثلا تكون شاركت مع افريقيا يعني زي مثلا بيراميدز زي مثلا بيتش زي مثلا الزمالك الاهلي هيبقى قوام فرقتك كله من العناصر دي. هتضيف عنصر مثلا من اسوان او من اي نادي زي محمود حماده لما اضافه من فاركو مثلا بالظبط. وبعد كده انت عندك جهاز فني موجود يقدر يشتغل ويروح حته تانية.